هذه الديناميكية ومن خلال هذه المناظر الطبيعية الرائعة والشعار التاريخي العاكس للهوية الأمازيغية، تفتح المنطقة ذراعيها للراغبين في الاستراحة واللياقة النفسية والبدنية، وتدعو محبي الطبيعة لاكتشاف حسنها وسكونها. خنيفرة، الإقليم الواعد الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية وثقافية كثيرة يمكن أن تجعله من أولى الوجهات السياحية المغرية بالزيارة في المغرب. البلدة التي يشهد كل شيء بها على ندرة وأهمية الموقع الذي تشغله. الوجهة التي يقر الكل أنها من أجمل الوجهات الريفية التي تستحق الزيارة والاهتمام، والتي يرجى خيرها وتمام نبتها. بإمكانياتها المغرية الجذابة، تستطيع جلب الكثير من الاستثمارات المنعشة للجهة كلها، لكن يبدو أن طريق الإصلاح يمر عبر إصلاح الطريق. لأجل ذلك جعل الإقليم من ربط مواقعه ببعضها ومد الطرقات وإصلاحها أداة هامة لإدارة عملية التنمية المستدامة. طموح يرمي إلى وصل المدن المجاورة بعضها ببعض، وإلى جعل الإقليم كله قطباً للتنمية. إنها الطريقة المثلى لجلب الاستثمارات والمصالحة مع هذا الجيل من الرجال الشرفاء الذين بصموا بفخر واعتزاز تاريخ المملكة.